هعمل لكم النهارده فتت الطعميه بصوص الزبادي والطحينه والطماطم اللي بالكمون. تعالوا نشوف مقاديرنا وهوريكم هنعملها ازاي. اول حاجه انا عندي طعميه مقليه، عندي حجمين يعني طبعا زي ما تحبوا، انا عامله الحجمين، نقدر نعمل ده نقدر نعمل ده، اي حجم منهم تحبوه. عندي لصوص الزبادي والطحينه 2 كوبايات زبادي، 2 معلقه طحينه، 2 فص ثوم مفروم، عصير ليمونه، شويه زيت زيتون، كمون وربع كوبايه حمص مهروس. عندي عيش شامي متحمص للفته نفسها، عندي الوش الفته كزبره خضراء وسمسم وطماطم متقطعه مكعبات صغيره بالكمون. طيب تعالوا اول حاجه بما اننا اوريدي عشان وقت البرنامج قليت الطعميه خلاص، نعمل الصوص بتاع الزبادي اللي بالطحينه. هننزل اول حاجه الزبادي نفسه، هنحط كميه طحينه كبيره فيها عشان الطعميه لازم تعمل الطحينه يبان فيها او يبان في صوصها. هنزل الزبادي، هنزل معلقتين او ثلاثه طحينه كبار، فتة الحمص مهروس الحمص مش فتة حمص، ده حمص مسلوق وانا هرساه. الثوم مفروم، عصير الليمون، هقلب بقى كل ده مع بعض كويس جدا. هنزود لهم ملح وفلفل، شوية كمون. ممكن كمان نحط شوية سمسم لما نحطه على الوش. عايزة بس اضربها كويس. تعالوا نجيب مضرب، نضرب بقى الصوص ده كويس جدا، صوص الطحينة اللي بالسمسم اللي بالزبادي وكده. الصوص بتاعنا جاهز، هنحطه على جنب. عايزة انضف شوية، وهجيب حاجة تانية نعمل فيها صوص الطماطم اللي بالكزبرة والكمون. اقطع اول حاجة الطماطم بتاعتي. طبعا لو بتعملوا الفتة دي خلوا الخطوة بتاعت الطماطم دي اخر حاجة خالص عشان الطماطم ما تتهريش او تدبل، الا لو هتحطوا عليها الصوص مش هيجرى لها حاجة. عايزة بقى انزل عليها شوية زيت زيتون، شوية ملح وفلفل طبعا، وهنزل لها الكمون شوية الوش والكزبرة الخضراء. شوية تانيين من السمسم، وخلينا نقلب الخليط ده برضو مع بعضه كويس. كده صوص الطماطم بتاعنا كمان جاهز. تعالوا بقى نجيب الطبق اللي هنغرف فيه واوريكوا ازاي هنعمل الطبقات بتاعة الفتة. طبعا اول حاجة هنحطها في الفتة، انا كنت محمرة عيش شامي، تقدروا تحمروا عيش بلدي، اي عيش تحبوه نحطه اول لير تحت خالص او اول طبقة. هنزل العيش اول حاجة واقفش منه على الجناب بره، وبعدين هجيب الطعمية. انا هحط بصراحة النوعين بقى اللي انا عملتهم مع بعض، هيبقى شكلهم حلو في التقديم قوي. هنزل الطعمية الكبيرة الاول، تعالوا بقى ننزل صوص الزبادي عليها اللي بالطحينه، وريحته اصلا خطيره هيعجبكم قوي قوي.